ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهارده لاصحاب البشره الدهنيه، كل البنات اللي بشرتها دهنيه هعمل لكم زي ماسك كده للبشره الدهنيه. الماسك دوت ايه فايدته؟ هيعالج لك كل الحبوب اللي في البشره. طبعا احنا عارفين ان في الصيف البشره بتفرز دهون زياده وبتبقى على طول طول ما فيها دهون زيادة فبتعمل حبوب للبشرة، فعشان نعالج الحبوب ديت مش هنحتاج غير مكونين اتنين بس اللي هنعملهم مع بعض. اول حاجة هحتاجها وهي مية الورد. اي نوع مية ورد انت بتفضليه او بتحبيه استخدميه. انا النهاردة هستخدم مية ورد العراب، حلوة جدا، و مش هاخد منها غير جزء صغير هتشوفوه معايا دلوقتي. تاني حاجة هستخدمها هي ايه؟ هستخدم ليمونة. تمام، انا جبت ليمونة كده قسمتها نصين كده، بصوا هاخد منها كده ايه يعني حاجة كده بسيطة، نقطتين تلاتة، بصوا مش اكتر من كده خلاص. وهجيب مية الورد احط نفس الكلام، بصوا نقطتين كده، اخلي مية الورد ازيد شوية من الليمون وهقلبهم على بعض، وهبدأ احط على بشرتي في اماكن الحبوب. بصوا اهوت، يا ربي بس يكون واضح، اهوت في ظرف 3 ايام بالظبط هتلاقي كل الحبوب اللي على بشرتك ما بقتش موجوده. الليمون هيقتل كل البكتيريا والجراثيم اللي على البشره، فمش هيبقى فيها اي حبوب خالص. بصوا في حبايه اهي هنا، فهبدأ احط كده بصباعي بفرشه بأي حاجه على اماكن الحبوب. اعمليها مده 3 ايام مش هتلاقي ولا حبوب ولا اي حاجه في بشرتك خالص، بمجرد ان انت استخدمتي ميه ورد وليمونه. بس يا بنات ده فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني. بحبكم جدا، باي باي.